هيك المشمش يا بلو. عجبوك المشمشات؟ إلك ما عجبوني؟ صار لي زمان ما دقت فواكه ظريفة، تحديدا من وقت اللي تجوزتك. يلي بيسمعك بيفكرك انت عايشة عيشة الوزراء ببيت أهلك وعم تاكلي على كل درسلون، ما بيعرف انكم كنتوا تقاقوا ما تلاقوا وانكم ساكنين بأوضة مثل الزريبة وبتكملوا عشاكم بفتة شاي بالخبز اليابس. اللهم ارضى عن أهلك وعن خيرات بيت أهلك يلي كنتوا تسلوا الدهنة السلي مشان تطبخوا فيه عوض السمنة. ما شاء الله على تنكات السمنة يلي فايتة على بيت أهلك. تنكة فتنكة تنكة فتنكة. أبو مسعود، حارتنا ضيقة وبنعرف بعضنا، بقى خلي الطابق مستور أحسن لي وأحسن لك، بلا ما انفلت مثل القباوة وأقعد على فضاوي. ها ولك أنت بتعرفي شو لازمك؟ لا والله ما بعرف. لازمك مين يجي يقص لك لسانك، وأنا يلي بدي أقص لك إياه وأقص رقبتك كمان وأقص رقبة ابنك هذا المفعوص. ولا بدك تضل حاطط الكتاب وقاعد؟ يعني ما كان ناقصنا إلا البكالوريا لحتى تكمل محاسننا. أدعوات ما تروح تدورك على شي بناية تستلمها وتشوف مستقبلك. قوم قوم من وشي، قوم قوم قوم، اطلع من وشي. ولا اطلع، ضربت مصع على رقبتك مصع.